ولا ليالي لايبا سبحانه وتعالى ما جسكله الله نعم كثيرا بدل لنا وقلا باستي نعم ويكاس وقوة مفضية قوة قرصهم بلد مروا البوحة لنا وغبا هيا هيا إن رب سبحانه وتعالى أمهد نحن ويا إلهي نعم كينا سيئي سمو قطي سقر صوم نعم بلن بالين وغدر شبي وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلهي وحوت المامة نعم كيسا يلي غدر شبي كوى مقضي كوى قرصوم با وإلى المروا اللهم نحن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فبي وحول يا هذا رب سبحانه وتعالى نعم كيسا وما نقدر على نعم كويد زيادنا يا هديات كفر دارنا عقاب كإلهي عذاب كإلهي هديات بودريهم إلهي سبحانه وتعالى وحن مر والبا إلى إلى لا إلى قلب الباء وحيتهاي إن المر والبحمد النقب النوم اللهم لك الحمد كله ولا ريال قل بدأنا ما أنت وحيد خواه لدون هدير رب سبحانه وتعالى قدره إن أمدوا أما بلشدوا إن إمر والبا يسعدوا السلام أي وحوة قب سلام أو إسكرا الاستعيان إن إتاي وحي على إسلام كير الليل هرنا وإنوت المامني وحبنا وإن وشعبني لكن وحي بانت إلا وح العلي بلشد إلى جعمها إسقبسطة أمد إلى النقطة أمد وحول قبسطة إلهي وحول لي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان رب سبحانه وتعالى وحول لي وناجي يا خير كاسم قاشرة حومها هاي اسم قاشرة يا رب سبحانه وتعالى تمامي هي معاصدة هي وحيالها إلهي كفر حسوك الميسان إلى الليل وحسوك الميساتان وحيالها وناجا وحلوبنا هيمانتا إن نبينا عليه الصلاة والسلام تلا مجيء الرئيسو قاضي مجال المدينة مركيني إلى يحي إن براي أمد أما بوشلا وبراي سلا وحلا ورقرصبه ورسول كتلامه والرسول قاضي انت آل قري الله يا آل الدقيم مساتب الله رأيه النبي عليه الصلاة والسلام اتباه ودقائه بسي بلشدنا مدى الأحقالية مدى الله قاضي مدى ذب قاضبا رسول فسجا سيوقر مستعد عليه الصلاة والسلام ولا ليال مركز تبينك وحينا لا قدبون وحينا أبنى هوايها الدنبي إن أمد أما بلشد أيوه هيران تهي إلى يحول قرصدان وحين أقول دليل أن أعرف كرينا ألوياشي لصوق علينا لا فضا إيه قبلنا لك سبيل وحين أعرف كرينا وحي على بلنا ولا قيمة مغضى هدين قطع مساجد الله ورسو هدين قطع ولا خير قال ولا عمره وحين نفط المد تانا وحكي لي سيدنا من قليل إلهي سبحانه وتعالى نسيه وطمان تدح شيء إلى المد هرمر بغن إيا وحبل لأي قارب وحول ليال هرمر كما خلاله قارها ما خلاله ما قال له رجيسا حافظه لما خلاله وحين أبنائي نجاي في الدنبال وحكى سعودي وناك يا خير لغو ترتمي وحين أبنى المساجد الياد وقيمة بضم على غد السيد أعود أن بيه المساجد كيلا ما أنت المتالمي على المبارك بمشتر خير كبضل أي المحسنين تعمل كستي تشوغان وحين نغرين بمشتر بستاكتا وحين ما أنت مرينا قبل قبل سيئنا الهنتي لأوران كرايو آخر في أمين نبوشي أما حال في أمرين تسوحي كتسين إيسا برشد إسلي وناك أولها الانتعي وحن حسوستا بلا وقيمة في حسوسين إن بلنا وانفشيكي هل قفبا إلى صوحة لو في ويري وحن جعل المساعدة إلى محبود الصدق
awood bay ubayntan tahay baan soo dirayaa ii duceeya telefoonkaa oo ka fadhiisan waayey wuxuu soo diray kuu shidin oo laanahay waa inagu ma qareenno oo waxaa dib hooban laakiin qofkaaneed wanaag geysta xataa telefoonka xoogumay jirin intaasoo jeer buu igusoo celiyay oo ku xiday waa la hadlay aad buu qofkaasu khayrka iyo wanaaga u qiiraysnaa inuu beydka ilaahiyo meesha waqafka wax ku darsado deetana waan u duceeyay waxaan kuhi khayr allaha kusiiyo wax ka badanna allaha kusiiyo waayo qofkaa dirhamka iyo halka ku qashli ku darsaday dee wax ka weyn hadduu hayana uu bixin lahaa markuu lacagtii soo diray ayaa mar labaad bay haddana gabar bay helo igu soo celisa waxay igu tidhi lacagtii sheekhu kusoo gaadhay aad baan uga qiirooda wan ugu dirreeyey dadku walaalayaal wanaaggu iyo waxooda qabsigu qiimaha iyo sharaftaasuu leeyahay waxaad moodaa gaar ahaan xaafad ahaan inal horumar badan in imika muuqdo ififaalo badan oo wanaagga inay noo muuqdaan intaasana ilaahay waxaan ka rajaynayna inuu rabbi subxaanahu wa tacaala inoo dhammaystiro shalay toole daraad ayay ahayd baan filayaa markii la dhagax dhigay xaafaddeenna meel xarun caafimaad oo hooyada umusha lagu daryeelayo ama mch wax layaaba wax leeya xanaanaba waa horumar runtii aad iyo aad loo soo dhaweeyo waa waxaynu ku farxayno xaafad ahaan ama bulsha ahaan aynu ku farxayno oo waa horumar maanta horumarkeennii horey noogu soo biiray waa wax runtii aad iyo aad loogu mahadnaqo allah subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo gabadhii muxsinad ahayd khayr badan allaha siiye ee dhaqaalaha ku deeqda xaliimo gabadha xaliimo la yidhaahdo waxaan filaya magaceeduna ahaa xaliimo biritish khayr badan allaha siiyo waxay hurtay xoolaheedii dhaqaalaha intaa leegba waxay noogu hurtay intaasoo kilomitir intay soo socotay in xaafaddeenna xarun caafimaad oo hooyada leh noogu daryeelo waa runtii arrin aad iyo aad loogu farxo waana arrin loogu duceeyo ilaahay waxaan ka baryaya inuu rabbi subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro alla waxaan ka baryayaa inuu rabbi guri iyadana tanada uga dhiso waayo dee waxaan ognahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inuu iyo qofka qof caawiya isagana intuu caawiyey baa ilaahay caawinaya caawimaadoo qof aad kurbaysan aad kurbada ka faydi oo ad farajka ilaahay sabab kaaga dhigo waxay leedahay runtii arrin aad iyo aad u qiimo badan bay islaanimadeena ku leedahay xildhibaankii isagana loogu deeqay lacagta ee u huray xildhibaan barka jaama waxaan leenahay isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha ka abaalmariyo waayo qofku haddii isaga inta shay la siiyo uu isagu isdhaafiyo oo uu walaalihiisa ka jilicsan u huro calaamadtaasi waxay u tahay wanaag iyo qiima ayay u tahay ilaahayna wuxuu yidhi wayuxsinuuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa dadkii muhaajiriin ansaar maxaa lagu ilaahay ku tilmaamay calaamada ilaahay ku tilmaamay naftooday ka doorbilayeen oo dadka kale u dhaafinayaan iyagoo iyagii baahi qaba ayaa baahidooda intay isdhaafiyeen ayaa waxay sameeyeen dadkii kale inay isku dhaafineen ansaaru muhaajiriin markay u yimaadeen run ahaantii waxay sameeyeen tallaabo aad iyo aad u wanaagsan oo islaamka inuu horumarkaa gaadho waxa uu wacnaa oo sababta koobaad lahaa ansaar bay ahaayeen laanna dadkii muhaajiriin ee dhulkoodii laga soo saaray bay u gargaareen ee garab qabteen nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mida nin martiya ayaa usoo hoyiyey ninkii usoo hoyiyey ayaa gurihiisa dhan buu soo maro rasuulku dee waxba lama hayna wax la siiyeli waayey nin ansaari isagu wax badan baan ahayn baa yidhi anigaa rasuulku ilaahay kaa kafaalo qaadanaya gurigiisii buu tegoo markuu gurigiisii tegey ayaa wax yaroo shariiroo la hayay buu abalintan dee inta la hayaana isagii arrintiisiinbay ku filnay ama qofkan martida inbay ku filnaanaysaa wuxuu yidhi ninkan martida intuu samaysid gurigana inoo madoobeen ubad kale yaro naaweeliyo sidiinaba ku garinaysa iska dhigo intay seexanayaan ubadkiibaa sidii kaga seexday ninkii martida ahaaba inta gurigii la madoobeyba iyaguna waxay iska dhigeen inay wax cunayaan deetana arrintii buu ninkii deelay qofku haddii inta reerku intuu karsayo inta adiga lagu soo hordhigo reerku ay xagga soo fadhiistaan ay saafuu soo wada eegaan
دوار حشارة صحرة صلى الله عليه وسلم وين وفضلوا حشارة الوقت وحي سمينا لنا الحكمة العالية هذه الله يا بلنا وحي سمينا هي من القرون وذب السيرا وحي سمينا الله هنا إلهي سبحانه وتعالى إلى القرآن قال في سورة الشيء آيرا بابا الله أمانا وإلا ما أنت الأخير مرة نفق هدين وحي سمينا الله تلقى لي ومدى يوجد بيه أو مدى إلى الله وإنت لأنتان سمينا الله ومدى يانو سمينا يا وإن هذه هذه الأبود وحيه اللي بان كان محلنا مرخا اللي بان بقى تاما الله سبحانه وتعالى هبرك ايه الى الى وحده خير بلاها ابو بدر هو مرخا يا وانا قال ومد يسوي قدبي ولا يا شيخ لا خير كبرنا ابو احمد يا صلاتين في اي كمل هايل اي يقرا وراء جاي لو سويت يا دمان تو ما يقرا ولا دعاء لنا الى اي انسان كحصلان كاوصاره وحي والله يا شيخ انا وحي تعي وراء قاعد قشاها دال لشيخ أول لو جرب قريب أول لو جرب استعجل تروح ولا جمع يرانا إنه ولا يا شيخ اللي بعد تروح الكلة لنا إنه حافظ تلعب على بعض أو باهم إلا قارو وحيته ودل الناس وهذه أبو بوبان ما يركل واقيل ودوي بل قاري إلى إلا قد يقول هم يد الله سيو ما دام حافظ بسمة شنحسن تيدير ناي تاي إن ودلاس لقد برابه بيشان اسمه تكتو سيني ودل الناس يلما يبرح بنا الله ايضا بوركا ايا چچبكا اينا غرر ايسا الله ايضا تاسنا بنتي يوحنا رالها اينا هاوشا ايضا اسمه والدوبا او ودى چرتا علماء ايا امدك لو احقردك سلا الدين تيدا يحل باقي لبنت الاسمه تكتو الا غها والقلصني المارتين ودد اسماء ايضا بسم الله ايضا أمس أشك اللفتي سوحي باين وطفي على الله بنيه ويسك اللفتي صلى الله عليه وسلم ماليه وددي سيوحي سيسي دم يسترى هاي نغطو برقا واحد يوصل قادر إلى وحي تاي بدأ مبريها الدباء أما وايها الدباء حافظ إن أنا يحبر مرق وقبضنا وإن أبعيد كستو هرمرق أخي قادرته دعا إلا إلهنا سبحانه وتعالى وقبر إلا إلا رب سبحانه وتعالى فقرب قراء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على من لا نبي بعد أما بعد ولا ليال إلى إله سبحانه وتعالى بهذه السنة الله نعم كثيرا ربنا الله إلى مقال ريستي الله أسر مر والبعو ما حدنا غينا فبدأ الله ولا ليال وحن كفى هذا الله أمد إلى إسكاشته قعمها إسقم صدال وحي وناجا إيه هرمربا دين الله غصه ولا تيسته وإذا فضان إلى بوب قيلة إذا باتي إذا بوب قيلة يرى إلى المر والبعض نحكاها عنه وإذا أبنى إما أنت حافظ أنا مرخ الله يغو أول إذا توحى إذا بوها إنشري إذ أما دراغي نسا أما إذ حشيشة إما الدورية قد غنعصتا إلى إما أما إذكرا وما أنت وإذا أبنى إما وحبظ الله غبطين علماته أيوك عين أيوك عين عيدا فتليه بها الرأي ورمتي وحبظ الله قبطي تعصر وحي كنت بدك حافظ بركي كعيرا يكين حبه يتن لك إلا أن لديك سنكرم ويبلاتك طيب كين يبلك خصاقع الدورة إلا يبلاتك طيب وحي تعصر كأنت إلا إمارتي وحوى لقب سجيني وحي لدينا عاكرين انخل قنو باب نظيفة أو مالتا أي النقطة حافظة الوحل بسهولتين وأنا أرمك أن أبا أنا أنت بمنا إن جعمها الله إسقام صدا إلى النقل باب نعيال إسكتا أغنى وأنا أجي خير كمر والبطا غيرا ولا غيال وحمر والبطا بلنت يا نويتين النقل مساسيها المساعد كينا على الموارد أي الوراء جاء يا خير كي يبرد والوحي سعبه مدى إلى المالتين أمه تشلو الدرب إلى سلام بيك إلى أولي صليبا إلى الوحي وراجع مربى شرادة أين نقول كالين تنخى قادنا أين نقول دعوانا إدى وحلاو قبلا وحلاو سوكو بنا يدفت حافظة دوية قفكو إلى نقول دعوانا وحي ها
هدي هويه ولا يسوى حلوسه كرديو هدي المير حلوسه كرديو هدي وحبل شرح لوسه كرديو هدي ودل سو كرديو وحلى على وحي وراء غير من الله اين درينا بوشل يغو وراء الله سمعين يغو بوشل الدرب استاغيسا ومد مارتها الى كفا الى ستو دين حوض رفع الصلاة الى يوحد قبرينا وراء إلى صعد مانتا مرتبة إلى مريا إن رب سبحانه وتعالى فضيله الله واحد كبر إنا إن رب سبحانه وتعالى قوة يسكت السماء أو وراء الدنيا خير كلا يتسير رب سبحانه وتعالى نغير اللهم عيسى الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء دين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا وعملا متقبلا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآخر السلام.